أعلن الكرملين عن بدء الإعداد لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية، وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد. وقال بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين يخطط لزيارة المملكة، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد الزيارة. وذكر ممثل الكرملين بأن العائلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله خلال زيارته السابقة لروسيا دعا الرئيس بوتين لزيارته للرياض. وأشار بيسكوف إلى أنه تم بحث الموضوع خلال الاتصالات الأخيرة بين وزارتي الخارجية في الدولتين، وقال للصحفيين: وسنقوم بإبلاغكم فور الاتفاق على موعد الزيارة. وتطورت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، وتعمقت بعد إجراء الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين يوم 30 مايو 2017 مباحثات مع ولي العهد وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، وذلك بعد أيام من تعيينه في هذا المنصب وقيامه بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من بوتين وبناء على توجيهات العائلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز. اعترضت الدفاعات الجوية السعودية اليوم الاثنين صاروخا باليستيا اطلقته ميليشيا الحوثي المتحالفة مع ايران صوب مدينة جازان في جنوب المملكة ودمرته، بحسب ما اعلن التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن. في المقابل ادعى الحوثيون في بيان انهم كانوا يستهدفون منشأة تابعة لشركة ارامكو النفطية السعودية. بدأ عدد من المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية تصفية نشاطها وإغلاق أبوابها استباقا لقرار توطين منافذ البيع في 4 أنشطة بنسبة 70%. وتبدأ وزارة العمل الثلاثاء 11 من سبتمبر أيلول تطبيق قرار التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية. وقبيل بدء القرار أقدمت عدة محلات تجارية في مدن الرياض الدمام المدينة المنورة على إغلاق أبوابها، دلالة على أن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة كانت تدير هذه المحلات بالتستر وفق صحيفة عكاظ المحلية. وذكر أحد التجار في الدمام أن العمالة الوافدة قامت بتصفية نشاطها تدريجيا مع اقتراب موعد تطبيق قرار التوطين، في حين بدأت بعض المحلات الأخرى التجهيز لاستيعاب الشباب السعودي. استهلت شذا المهنة رئيسة بلدية ذهبان في محافظة جدة السعودية الاثنين أولى مهامها بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطرق والاطلاع على خدمات النظافة العامة والبيئة في المنطقة التي تشرف عليها البلدية. وتداول نشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة صورا لرئيسة البلدية وهي في الميدان وسط العمال، يرافقها عدد من المسؤولين والموظفين التابعين للبلدية. وتعد هذه الجولة الأولى من نوعها في المحافظة التي تقوم بها المهنة منذ قرار أمين محافظة جدة صالح التركي الصادر الأسبوع الماضي، ويقضي بتعيين 3 سيدات في مناصب رئاسة بلديات فرعية بالمحافظة. أهمية الدور القيادي للسعودية سواء كان ذلك على الصعيدين الأمني والعسكري أو على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، عبر عنهما وزير الخارجية السعودي عادل جبير حين قال: إن السعودية لا تحتاج لمن يدافع عنها، الأمر الذي جعلها مرساة الاستقرار في الإقليم من أجل مواجهة الاضطرابات التي تواجهه، واعتبارها قوة ذات تأثير استراتيجي تدافع من خلالها عن الدين والوطن وتحافظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي وتعزز قيم الانتماء والولاء للوطن. وفق اعتبارات اقتصادية وسياسية، احتلت السعودية المركز السابع عالمياً من حيث الزخم كقوة دافعة وفقا لمؤشر التطور الرقمي 2018 الذي يصدره معهد الأعمال في السياق العالمي التابع لكلية فليتشر بجامعة تافتس الأمريكية. كما صنف موقع جلوبال فاير باور السعودية من الجيوش الأقوى عالميا، حيث يحتل الجيش السعودي المركز 22 بقائمة تصنيف القوى العسكرية لدول العالم لعام 2018 والثاني عربيا. أهم رسالة قوية على أن القوى السعودية مقبلة على نقلة نوعية جديدة ما أكدته دورية أمريكان أنترست، والتي رأس مجلس إدارتها فرانسيس فوكوياما صاحب نظرية نهاية التاريخ، بأن الدول المهمة تكشف عن نفسها في إنجاز أشياء هامة.
حيث توجد دول كثيرة ذات كثافة سكانية أكبر من المملكة وقوة عسكرية أكثر من المملكة وأسس تكنولوجية أكثر تطورا، لكن استطاعت السعودية تحقيق ثورة في التوازن الجيوسياسي وفي إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي، فهي منتجة النفط الأولى عالميا والقادرة على أرجحة العالم وتغيير مسار الاقتصاد الدولي وقلب ميزانية عشرات الدول، وهي القوى الإيديولوجية الرائدة في العالم الإسلامي وزعيمة بلا منازع للعالم الإسلامي السني في الصراع الديني في الشرق الأوسط، إذا تستحق مكانا على طاولة الدول الكبرى السبع في العالم اليوم. ولأن السعودية تمثل أكبر قوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، وتتمتع بمساحة واسعة وعدد سكان كبير يتجاوز 30 مليون نسمة، فإن التنمية المستدامة تعتبر خيارا استراتيجيا أساسيا، وهو ما أشار إليه دانيال يرجن نائب رئيس شركة AHC إلى أنه من بين الرسائل التي بعث بها ولي العهد في حواره مع بلومبرغ أن السعودية تتجه لتصبح قوة كبرى في اقتصاد العالم، وليس فقط فيما يتعلق بالنفط ولكن في المال أيضا، مضيفا أن كل هذا جزء من برنامج أكبر للإصلاح وحماية وضع المملكة النفطي. وعلى رأس قوة السعودية يأتي التصنيف العسكري أيضا، وخصوصا القوى الجوية السعودية التي تعد اليد الطولة للقوة المسلحة السعودية، يأتي تصنيفها 12 عالميا من ناحية القوى الجوية الهجومية لما تمتلكه من أسطول من أنواع مختلفة من المقاتلات. وتشكل القوة الجوية الملكية السعودية القوة الرادعة لأي محاولة اقتراب من الأجواء السعودية، ولها دور بارز في تأمين أجواء المملكة من خلال امتلاك أفضل المقاتلات الجوية في العالم التي تعد في علم الحروب الحديثة الحصان الأسود، وبها تحسم المعارك. وتعمل القوة الجوية السعودية بشكل مستمر على تحديث وتطوير منظومتها الجوية وأخذ صفقات متنوعة لشراء المقاتلات الحديثة، وذلك نظيرا ما تتمتع به من المرونة في الحركة وسهولة المراوغة والقدرة على التدخل السريع. ولدى القوات المسلحة أيضا عدد من القوات العسكرية التي تمتلك تسليحا عسكريا قويا، ما جعلها تصنف ضمن قائمة الدول العشرين عالميا بعدد الطائرات المروحية، وتصنف السعودية ضمن أكثر 25 دولة في العالم تضم مطارات مؤهلة لخدمة الدعم اللوجستي العسكري. وتمتلك القوات الجوية الملكية السعودية منظومة جوية قتالية متطورة تضم الطائرات الجديدة F-15SA المتطورة المعروفة باسم النصر المقاتل، والمصنوعات خصيصا للقوات السعودية فقط. ومن أبرز مواصفاتها قدرتها على حمل الأسلحة المتطورة ومزودة بأنظمة متطورة للحرب الإلكترونية ومحركات فائقة القوة ورادارات متطورة قادرة على استكشاف الأهداف الصغيرة المتحركة وإصابتها من مسافات طويلة، إضافة إلى صواريخ طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى يتم التحكم بها وتوجيهها بواسطة خوذة الطيارة. يذكر أن القوات المسلحة السعودية تمتلك 4 أسلحة فتاكة جوية، منها الطائرة المقاتلة F-15 إيجل والطائرة المقاتلة الأوروبية طايفون والمروحيات المقاتلة AH-Apache ودبابة الأبرامز، إضافة إلى صواريخ استراتيجية. وتمتلك وزارة الدفاع السعودية تنوعا مختلفا من الأسلحة العسكرية المتطورة في مجالها البحري والجوي والبري والدفاع الجوي، الكفيلة بردع كل من يحاول المساس بأمن الأراضي السعودية أو التعدي عليها، ويبلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري في الميزانية السعودية 2018 حوالي 110 مليارات ريال، وتحتل السعودية الدولة الثالثة عالميا في الإنفاق على التسلح. وجد أمريكيون مقاتلات F-14 متعفنة في إحدى غابات ولاية تكساس كانت قد دمرت بسبب الخطر الإيراني. وقد أفاد موقع دين يوريب أن القوات البحرية الأمريكية أخرجت مقاتلات F-14 من الخدمة في عام 2006 على الرغم من قيام الولايات المتحدة ببيع هذه المقاتلات لعشرات السنين إلى العديد من البلدان بما في ذلك إيران، إلا أن هذه الولايات المتحدة توقفت عن تزويد إيران بهذه الطائرات وقطع التبديل بعد الثورة الإيرانية، وتجنبا لإمكانية وصول قطع التبديل إلى إيران من دولة ثالثة، امتنعت الولايات المتحدة عن بيع مقاتلات F-14 المتبقية، بل قامت بإتلافها وما صادرتها من المتاحف وتجار خردة المعادن.
ويظهر في الفيديو ثلاث طائرات متعفنة. يعتقد الخبراء أنها من طراز F4 أو F14، وكانت الطائرات دون محركات وأجنحة، كما تمت إزالة معظم المعدات بما في ذلك الرادار. ويبين الفيديو أن المقاتلات تتواجد في هذه الغابة منذ سنوات طويلة، إذ أن الأشجار نمت من خلالها. وقد أشارت وسائل الإعلام الأمريكية أن هذا الفيديو يثير التساؤلات أكثر من تقديم الإجابات. أكد مصدر حكومي في الهند الاثنين أن نيو دلهي تعتزم إبلاغ الجانب الأمريكي بعدم التراجع عن شراء منظومات الدفاع الجوي S-400 الروسية، وذلك خلال أول حوار وزاري بين البلدين في صيغة 2+2 المزمع عقده في 6 أيلول/سبتمبر الجاري. ونقلت قناة NDTV عن المصدر قوله: أكملت الهند تقريبا الصفقة مع روسيا بشأن S-400، ونحن نعتزم المضي قدما ونخطط إبلاغ الولايات المتحدة بموقفنا اتجاه هذه المسألة. ووفقا للقناة، تعتزم الهند ضمان ألا تفرض الإدارة الأمريكية عقوبات عليها، لأن الحصول على أنظمة الصواريخ الروسية ضروري لنيو دلهي بظروف تطوير الهيكل الإقليمي والتعاون الدفاعي مع روسيا قديما ووثيقا. وذكرت مصادر أن الهند ستسعى للحصول على تسهيلات أمريكية للصفقة مع روسيا، لأن أنظمة الدفاع الجوي لها أهمية حاسمة لضمان أمن البلاد. وكان مساعد وزير الدفاع الأمريكي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي راندال شرايفر قد أعرب عن القلق الأمريكي جراء خطة الهند لشراء أسلحة من روسيا بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي S-400، ولا يستبعد فرض عقوبات. ويشارك وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو والدفاع جيمس ماتيس في الحوار الوزاري الأول في شكل 2+2 الذي سيعقد في 6 أيلول/سبتمبر في نيو دلهي. وكان مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغايف قد أعلن يوم 20 أغسطس الماضي عن أمل بلاده بتوقيع عقود بيع الهند منظومة S-400 للدفاع الجوي ومشروعات فرقاطات في 21 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على كل النواحي التقنية والاقتصادية للعقود، وأن روسيا خفضت السعر النهائي لمنظومة S-400 أخذا في الاعتبار الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا. وصفت مجلة دي ناشيونال أنتريست الأمريكية المقاتلة الروسية الجديدة Su-35 بالكابوس الجديد الذي سيؤرق الولايات المتحدة وقوتها الجوية في المنطقة الآسيوية. وأشارت المجلة الأمريكية أن وجود هذا النوع من الطائرات لدى القوة الجوية الصينية يعزز قوة وقدرات الصين في منطقة شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. وتابعت المجلة الأمريكية في تقريرها أن الخطر الأكبر يأتي من خلال قيام الصين بإدخال صواريخ صينية حديثة BL-15 بقدرات عالية، كما أن الصواريخ يمكن تركيبها على مقاتلات Su-35 الروسية. يذكر أن روسيا والصين أبرمت اتفاق مشترك حول شراء الأخيرة 24 مقاتلة روسية من نوع Su-35 من الجيل الرابع، كما أن هذه المقاتلات الجديدة تدخل ضمن السلاح الجوي الروسي.